على هامش الحفل الختامي للدورة الثامنة لقمة الطلبة والشباب الأفارقة، وقعت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن بالرباط اتفاقية شراكة مع المنصة الرقمية خريج المغرب موروكو أليمني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى جمع وتوحيد الطلبة والخريجين الأجانب حول فضاء تفاعلي يتيح إقامة شبكات بينهم بالمملكة. كما لاحظتوا معنا اليوم توقيع على اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية للتعاون باسم مازن، الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، في إطار دعم الشبكة اللي هي موضوع اتفاقية واللي غادي تكون لبنة أساسية لتجميع الطلبة المتخرجين من المغرب سواء في السابق أو طلبة الحاليين، لأن هذا العنصر عنصر أساسي في مؤسسة الشراكة اللي غاديش تبدأ اليوم بطبيعة الحال. في الشراكة المغربية الأفريقية كتنطلق من رؤية عميقة للشراكة جنوب جنوب. التوقيع اليوم بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومازن توقيع مهم جدا، لأنه يركز على تنمية وتقوية المنصة الرقمية المغربية ألومني التي تم إطلاقها، كما ستسمح بالتواصل مع الطلبة والخريجين الأجانب في إطار هذه الشراكة وفي القطاع الخاص أيضا. وتروم المنصة الرقمية www.morocco-alumni.ma التي عدتها الوكالة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعزيز التبادل والتفاعل وإقامة الشبكات بين الطلبة والخريجين الأجانب بالمملكة المسجلين حاليا وعددهم 14,000، منهم 12,000 من 47 بلدا إفريقيا و35,000 من الخريجين الأجانب في إطار تعاون المملكة.